لكن لما تشوفوا تدفق جماهير الأهلي في الكويت، وتشوفوا الالتفاف الجماهير الكبير للأهلي في السعودية، وتشوفوا الحفاوة الكبيرة بالأهلي من مجلس أبو ظبي في الإمارات، نطلع على العراق. الرافدين والصديق العزيز الكابتن ميسم عادل، النجم والمدرب والمحلل الرياضي. مساء الخير يا أستاذ ميسم. مساء النور والسرور عليك أستاذ إبراهيم، وتحية طيبة إلى ضيوفك الكرام وإلى كل مشاهدينك ومتابعينك، ولي الشرف أن أكون معكم في هذه الأمسية الجميلة. تحياتي وتحيات الأستاذ محمد الوصي والأستاذ خالد الأتربي. الله يسلمهم ويحفظهم إن شاء الله، يشرف بوجودهم وياك. تحية طيبة لهم، مقامات إعلامية كبيرة نتشرف فيهم. طيب، رؤية الأبناء الرافدين للأهلي ومباراة السوبر المصرية، أنت شايفها إزاي؟ طبعا مباراة على غاية من الأهمية، إن شاء الله تكون باشر، وإن شاء الله الأهلي يحقق بها المرجو من عنده. يعني لأن أنا من وجهة نظري يعني المتواضعة أن هذه المباراة ستكون هي مفتاح الباب للدخول إلى كل بطولات الأوروبا. هذا الكلام ليس من باب الضغط على بعثة النادي الأهلي أو على اللاعبين، وإنما بالفعل أنا أعتبرها مباراة ذا قيمة كبيرة على ما حدث في الموسم الماضي من بعض العثرات اللي صارت، وان هدفها المعنوي اكبر بكثير من ان تكون بطوله ككاس، لان النادي الاهلي احنا نعرف خزانه مليئه بالكؤوس، لكن الحاله المعنويه اللي راح يخلقها الفوز غدا في هذه المباراه راح تعطي للنادي الاهلي مفتاح كل بطولات هذا الموسم الجديد. المناسبات الرياضيه بتكشف لنا حجم شعبيه وتعلق الأشقاء العرب بالأهلي، يعني شفنا الكويت والسعودية والإمارات، الحالة في العراق أنت بتقيسها إزاي يا كابتن ميسا؟ دائما أنا أقول وأكرر كلامي هذا في كل مناسبة وفي كل لقاء يتناول النادي الأهلي، أنه عندما يأتي اسم مصر نتذكر الأهرامات، نتذكر أبو الهول، نتذكر الفراعنة، ونتذكر النادي الأهلي. وهل يوجد في مصر غير النادي الأهلي؟ النادي الأهلي هذا الصرح العظيم، هذا هو الكبرياء، هذا هو النادي اللي طبعا تعلمت منه الاجيال الكثير في الدول العربيه. واحنا وذكرت هذا الكلام في اكثر من مناسبه، انه عندما يذكر النادي الاهلي يذكر التاريخ، يذكر التاريخ الكروي والسياسي والاقتصادي والتاريخي، الناس كلها تتعلم من النادي الاهلي. النادي الاهلي هذا النادي العظيم صاحب الفانيله الحمراء اللي لن تنساها الاجيال على مر التاريخ، هذا اقل ما يقال عن النادي. مارسيل كولر، وانت راجل نجم كبير ومدرب لك قيمتك، مارسيل كولر بيقول لك انا رايح في سكه الكره الجميله، يهمني جدا ان انا اعمل التوليفه بين ان انا اادي بشكل جميل وان انا احقق المكسب، وبيطمح لده. انت فنيا شايف ده ازاي؟ شوف استاذ ابراهيم، كولر قيمته الفنيه انه دائما ما ياخذ بنظر الاعتبار مفهوم جدا مهم ومصطلح كروي غايه في الاهميه في الامور الفنيه من وجهه نظري، وهو الديسبوتشن اللي هي ضروره تحقيق مركزه اللاعبين وقدراتهم المهاريه وامكانياتهم على الخلق والابداع، وهذا ما عمله بالضبط مع منه؟ مع كريم فؤاد. انا اعطيك مثال، اعطي دليل على الكلام اللي اقول. هو يمكن يعني هو يمكن دائما ما يهتم في موضوع طريقه اللعب ال 4 4 2 او ال 4 2 3 1 او ال 3 5 2، يعني هو طبعا انت تعرف النظام جزء مهم من الحاله الفنيه للمدرب، ولكن هو دائما ما يحاول ان يحقق التوازن ما بين الاسلوب والامكانيات اللي المتواجده عنده، وهذا دائما ما ذكره حتى في مساله التعاقدات اللي ذكرها هو في المؤتمر الصحفي، وقال انا احتاج الى الوقت واحتاج الى فتره حتى اقدر اعرف وين اللي احتاجهم في المراكز، فمركز اللاعبين جدا جزء مهم من عمله، وهذا ما فعله حتى مع الرجل. شوف هذا الرجل يتميز بالكاريزما والشخصيه القياديه زائد العاطفه والشعور والاحساس، وهذا طبعا ما نجح معه في كل الفرق اللي دربها في بازل، وفي وخاصه مع منتخب النمسا اللي كنت انا اتابعه، وكيف حول هذا الفريق الى فريق قوي جدا على القاره الاوروبيه ووصل الى يورو فرنسا. هذا الرجل يمتلك قدرات فنيه كبيره ورجل متواضع، وايضا حتى شوف حتى كلامه وحتى عندما ذكر المنافس كيف ذكره بكل احترام وبكل تقدير. ثقافه النادي الاهلي هي جزء لا يتجزا وتؤثر على كل مدربين. انا ما اقول لك هو يمكن كان يريد ان مثل ما فعل فيريرا، فيريرا ما
ديريرا في خلال وجوده في على سده المدير الفني في نادي الزمالك تاثر تاثر كبير بالثقافه اللي فرض عليه الاعلام، يعني هو تاثر بالمحيط، تاثر بالاعلام وما يتحدث فيه الاعلام، وبالتالي هو كان يخاطب وين؟ يخاطب غرائز الجماهير. هذه عمليه وقع فيها فيريرا عمليه جدا حرجه وجدا خطيره، وهاي ستكشف في الايام القادمه، وانا مسؤول عن هذا الكلام. زين في حاله وخاصه عندما يتعثر الفريق او يقع في الكبوات، لكن هذا الرجل شوف كلامه كيف كان في المؤتمر الصحفي، هو افراز ثقافه النادي الاهلي. افراز ثقافه النادي الاهلي ليس بشكل تمثيلي وانما بشكل فطري، هو شخصيته بالضبط عندما تم اختياره لهذا الفريق لهذا للتعاقد معه لفريق النادي الاهلي كانت جزئيه كبيره في الموضوع وقيمه شخصيته، وبالتالي احنا لاحظنا هذا القيمه في طروحاته عندما يكون في مواجهه الاعلام، رجل على اعلى مستوى من الثقافه الكرويه والامور الفنيه العاليه. بس اسمح لي استاذ ابراهيم اقول على شيء مهم جدا من الناحيه الفنيه. تفضل. اللي هي مشكله النادي الاهلي وين كانت؟ في الفتره الاخيره مال موسيماني وفي فترة سواريش والآن في الفترة البسيطة اللي مسك فيها واللي ما يتحملها مستر كولر في الأربع مباريات اللي حدث فيها قفز كبير في عملية التوازن اللي استطاع فيه الفريق يمكن من الناحية الدفاعية يكون فريق جدا قوي بحيث ما استقبل ولا هدف في المباريات اللي خاضها في الفترة الأخيرة أو الأربع مباريات اللي خاضها على بقيادة كولر. المسألة كانت وين؟ كانت في فعالية الإدارة. فعالية الإدارة ما كانت تعجب الجمهور. وهو ما تعجبه نهائيا هو الشخص، هو كمدرب ما يعجبه الاداره، لكن هو كان يركز وين؟ يركز في هذه المرحله على النتائج، وهذا شيء جدا مهم. الاداره يتحسن في المباريات القادمه او في العمل في التمارين. انا من وجهه نظري ان عناصر فعاليه الاداره تحتاج الى عمل مضني وكبير من السيد كولر في الفتره القادمه. احنا لاحظنا الفريق، لاحظت الفريق انا في انت سالتني عن الامور الفنيه، لاحظت الفريق انه يعاني في مساله الاداء الجماعي، سرعه التمرير، دقه التمرير للمحافظه على الحاله الهجوميه. ايضا المساله الاهم هو كيف انت تحافظ على الكره تحت الضغط، وكيف تغير بدء الهجوم. طيب دون الخوض في التفاصيل الفنيه، مش ده ميعادها ولا ده توقيتها كابتن ميسم، لكن في المجمل الراجل تحدث على أهمية استعادة الفريق للكرة الجميعة بشخصية البطل، أنت شايف أن الفريق في الطريق إلى هذا التكوين؟ نعم صحيح، صحيح، أنا أشوف أن الفريق تحت قيادة كولر قادر على أن تكون عناصر فعالية الإداء بمستواها الكبير، هي كانت هاي مشكلة الأهلي مثل ما قلت لك، فعالية الإداء، كيف أنت تخلي الإداء فعال؟ وبالتالي الرجل من وجهة نظري من خلال اللي شاهدته ومن خلال شخصيته والكاريزما اللي يمتلكه والكاركتر قادر على ان يبني شخصيه قويه في مساله التنظيم الهجومي خاصه، لانه اليوم هو ينتقد على شنو؟ على انه لحد الان ما وجد التوليفه المهمه في الرباعي الهجومي. ان شاء الله يوجدها باذن الله ويحقق طموحات الجماهير الكبيره في كل مكان يا كابتن ميسم. طبعا بالتاكيد، انا متاكد وانا مؤمن بقدرة هذا الرجل على أن يكون قادر على كشف طلاسم الكرة الجميلة وأن يعود الأهلي لأن يلعب كرة جميلة زائد النتائج. من وجهة نظره لا أقول لك إياها وأنا بأمانة أقول أن المباراة غدا بإذن الله ستكون لصالح النادي الأهلي إن شاء الله، لأنه أنت ذكرت كلمة جدا مهمة ومهمة في حديثك اللي أنا تابعته طبعا ولي الشرف أن أتابعه، أن هناك كبرياء، كبرياء النادي الأهلي هو اللي راح يكون العنصر الفعال في أن تكون المباراة هذه إلى النادي الأهلي، أنت تعرف جيدا أنه من سمو أخلاق الرجل أن يكون له كبرياء عظيم وعزة نفس طاغية لا يستطيع أحد منه الانتقاص منه، الكبرياء وعزة النفس أبد ما يشترون بالمال يا أستاذ إبراهيم. صحيح. لأنهما شيء فطري، والنادي الأهلي هو الكبرياء نفسه. صحيح. فاليوم أنا أوجه هاي الرسالة إلى لاعبي النادي الأهلي، مباراة غدا هي مفتاح هذا الكبرياء باذن الله تعالى. انتم عندما نعم بكره انتم تمتلكون مفاتيح هذا الكبرياء. غدا النادي الاهلي انا ما اقول يجب ويجب ان يفوز، لانه انت قدم والله سبحانه وتعالى راح يعينك في المباراه باذن الله، يعطيك مفاتيح هذه المباراه ان شاء الله. بكره غدا ليسمعوا كلامي لاعبي النادي الاهلي، القتال على الكبرياء.
قاتلوا على كبرياء النادي الاهلي، عظمه النادي الاهلي في كبرياء، وغدا ان شاء الله النادي الاهلي سيحقق هذه النتيجه، انا مؤمن بهذا وتكون اول الناس ان شاء الله في الملعب في استاد هزاع بن زايد انا الموجود في دوله الامارات العربيه. انت موجود في الملعب بكره، طب كويس، سلم لي على المهندس عادل لما تقابله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا للصديق العزيز الكابتن ميثم عادل، نجم ومدرب الكره العراقيه.